10 سنين حاسة انك عملتي ايه؟ والله حاجات كتير. وانا يعني شوية دايما عارفة فكرة ان انا عايزة الاحسن على طول، ودايما بحس انا عملت حاجات وكل حاجة، بس انا لسه عايزة اكتر، ولسه عايزة ايه؟ عايزة اعمل اغاني جميلة. يعني انت عملتي، انت اشتغلتي مسرح مع يحيى الفخراني الحمد صغيرة، لله واشتغلتي مسرح مع الحمد يحيى لله. الفخراني، خدتي لقب عرب ايدل. على فكرة في كتير بعد عرب ايدل ما بيكملوش، يعني بنسمع اسامي او بيفضلوا على نفس المستوى، لكن انت ابتديتي تغني وبتروحي حفلات. انا شفتك مع يحيى، مع الدكتور يحيى، جميلة الحمد جدا لله، اغنية، ودي تجربة مهمة. تجربة مهمة جدا. يعني أنا المسرح بالنسبة لي فارق معايا جدا، والأغاني اللي أنا عملتها في خلال ال10 سنين دي كلها أنا كلها بحبها، وكلها أنا مبسوطة بيها جدا. بس ايه اللي انتي لسه فين بقى عندي الحتة بتاعت غنى الانطلاق؟ كتير عايزة أغنيه، يعني عندي غنى كتير قوي نفسي أغنيه دلوقتي. كمان يعني نوع الأغنية عندنا ما بقاش فيه قوي فكرة الغنى بتاع زمان اللي احنا يعني متربيين عليه، او يعني لحد اللي هو في جيلي يعني. فانا عايزة اعمل ده. يعني حاسة ان عندك تحدي انه الغنى بيروح في حتة تانية، بينما كارمن صوت ومساحة، وعايزة تفضلي تغني. يعني انت يعني عايزة تفضلي تغني الغنى الصح. هو انا بعمل حاجات كوميرشال عادي وحاجات يعني فيها ايقاع وكل حاجه، بس دايما ببقى عايزه يبقى فيه غنى، يعني طرب، يعني حد يسمع صوتك. بالظبط. بس فده اللي انا مثلا عايزه اعمله. في حاجات كمان جايه انا عايزه ازود فيها الجرعه شويه.